مشروع ماء النهروان المركزي الحل الدائم، يبلغ طاقة المشروع 4000 متر مكعب بالساعة، مشيد على مساحة تقارب 100 دونم. المشروع يخدم أهالي قضاء النهروان والمناطق المجاورة. حقيقة زرنا المشروع بهذا اليوم، شخصنا بعض العوائق التي تعترض سير العمل، وجهنا الشركة المنفذة للمشروع شركة الفاروق العامة أيضا إحدى تشكيلات وزارتنا بإزالة تلك المعوقات بمعية دائرة المهندس المقيم. نسبة إنجاز المشروع في الوقت الحالي تبلغ 87%. تم توجيه الشركة المنفذة بإيجاد الحلول الجذرية والمناسبة لإزالة كافة المعرقلات في الموقع وتأمين تشغيل المشروع في الوقت المحدد. أيضا تم التوجيه بزيادة فرق العمل في الموقع وزيادة نظام العمل إلى 3 شفتات بناء على توجيهات مجلس الوزراء. الفترة المنقطعة شهدنا فيها تلكؤ في تجهيز المواد الاستيرادية لهذا المشروع بسبب وجود بعض الإجراءات الإدارية حقيقة هي خارج إرادة الوزارة، وبجهود من قبل السيد الوزير المحترم وتدخله الشخصي تم حسم جميع المعرقلات والمعوقات بإزالة المعوق الأكبر، وهو توفير مبلغ المعدات الاستيرادية والاعتماد المستندي بقرار من مجلس الوزراء الموقر. والحمد لله والشكر إن شاء الله بالتزام من قبل الشركة المنفذة ودائرة المهندس المقيم والمديرية العامة للماء، أعطت موعد في نهاية هاي السنة إن شاء الله تشغيل المشروع وتوفير خدمات الماء الصالح للشرب. وشكرا جزيلا.